وتشتكي العطش الفواطم عنده ما يرضى. صاحب غيرة، صاحب حمية أبو فاضل. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم يقل لي يا نور العين درخصني العزم هاج ما لي يا خويا عن ورود المشرع علاج قصدي أروي مهندي من فيض لو داج طفلك يا خويا حسين فت قلبي بونين يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يابس لسانه وحالته والله شعبتني حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع دير عينه هلت مدامعها يا أخويا ووقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عمي ذايب دايب حشاي مدة ثلاثة أيام والله ما ضقت ماي وإحنا يا خويا الموت لازم واردي يقل لي قطب الحرب يا شايل حملنا خلى يا خويا من العطش يهلاك الله يعين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا عباس تدري وحدتي بعدك مجيد وانت يا خويا الجيش سردالة وعميد وتدري الأخو للموت ما يسلم والحادي الضعضاع مني فارق عوين يقل لي يا أخويا تموت نسوتنا ضمايا وإحنا يا كهف الخايف اليوث وشفايا يا حسين درخصني أنا كيس الرواية خيك جيب الماي لو تقطع يمين يلا عليكم يقول لي يا حسين درخصني أنا لها اليوم مذخور والله بالمطهام لدوس خدود وصدود وتدري بهالتربة وتدري اليوم عاشو وبالغاضرية النمرة من قاصدي